السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالجيد في الرياضيات المستوى السادس، صفحة رقم 34، يعني التمارين الموجودة ضمن حصة أكتشف من درس السادس بعنوان إنشاءات هندسية. من أهداف هذا الدرس يتعرف التلميذ الخاصيات الهندسية لمتوازي الأضلاع، شبه منحرف، معين، والمثلث والدائرة. يعني الأشكال الهندسية اللي غادي نهضروا عليهم هو متوازي الأضلاع، شبه منحرف، المعين، والمثلث والدائرة، ويوظفها لإنشاء أشكال هندسية مركبة باستعمال أدوات هندسية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: بدون أدوات هندسية، رسمت إيمان الأشكال الهندسية التالية، ووضعت علامات على الزوايا القائمة وعلامات على أطوال المتساوية. انتبهوا، رسمت 6 أشكال، 3 هنا و3 هنا. نبدأ بالشكل الأول. أولا، كم عدد أضلاعه؟ 1 2 3 4، إذن هو رباعي. انتبهوا إلى العلامة التي وضعت، يعني خطين هنا وهنا وهنا، يعني أضلاعه الأربعة متساوية. إضافة إلى ذلك، فقطراه متقايسة، لهما الطول نفسه ومتعامدا، إذن هذا عبارة عن مربع. المطلوب مني، إذا الشكل الأول عبارة عن مربع. الشكل الثاني، انتبهوا إلى قطراه متعامدان ويلتقيان في منتصفيهما. شنو ديال من هذه الخاصيات؟ ديال المعين. إذا الشكل الثاني معين. الشكل الثالث، انتبهوا إلى أن قطراه متعامدان لهما الطول نفسه، إذا هو عبارة عن مربع. ثم الشكل رقم 4 عبارة عن رباعي، له قطران متعامدان ويلتقيان في منتصفيهما، إذن هو عبارة عن معين. ثم الشكل رقم 5، انتبهوا أضلاعه غير متساوية، قطراه غير متساوية، ولكن عندنا واحد المعلومة أن أحد ضلعيه متوازيا، يعني هذه القاعدة الكبرى متوازي القاعدة الصغرى، معناه هذا شبه منحرف. شبه منحرف. بالنسبة للشكل رقم 6، دائرة، يقدر يشير لنا حتى للمثلث الموجود داخل. هذا كل ما كان كيخصنا في سؤال رقم 1. بالنسبة للسؤال رقم 2، يعني باء، أكتب تعريفا لكل شكل وخاصيته الأساسية. بالنسبة التعريف لكل شكل، يعني مربع، شنو هو المربع؟ هو رباعي أو شكل مضلع رباعي. شنو الخصائص ديالو أو الخاصيات الأساسية ديالو؟ أضلاعه الأربعة لها الطول نفسه، يعني قد في الطول. زواياه الأربعة قائمة. قطراه متعامدان ولهما الطول نفسه. دائما في إطار المربع، الخاصيات اللي غتحتاجوا في المربع هما كالتالي: مساحة المربع، لحساب مساحة المربع هي الضلع في الضلع، ولحساب محيط المربع هو الضلع في 4. ثم يعني الشكل الهندسي الثاني هو المعين. إذا المعين، من خاصيات المعين أنه رباعي، يعني مضلع رباعي له 4 أضلاع، أضلاعه الأربعة لها الطول نفسه، زواياه الأربعة غير قائمة، قطراه متعامدان وغير متقيسان ويلتقيان في منتصفيهما. إذن هذو هما الخصائص الخاصة بالمعين. فيما يخص القاعدة الخاصة به، هذو اللي مكتوبين بالأسود، محيط المعين هو مجموع أضلاعه، الضلع الأول زائد الضلع الثاني زائد الضلع الثالث. مساحة المعين هي نصف طول قطره، غادي نديرو الطول القطر الثاني الأول زائد القطر الثاني في على 2. بالنسبة للشكل الثالث اللي هنهضرو عليه، هو شبه منحرف رباعي كذلك، وقاعدته الكبرى توازي قاعدته الصغرى. كتلقى جوج الأضلاع، جوج ماشي جميع الأضلاع المتقابلة، غير جوج الأضلاع المتقابلة متوازية. بالنسبة لشبه منحرف، هناك مجموعة من الأنواع. كاين هذا كما كتشوفوا قدامكم، كاين شبه منحرف القائم، هنا كيكون عنده زاوية قائمة
كنسميوه شبه منحرف القائم، وكاين شبه منحرف متساوي الساقين. كتكون القاعده الكبرى توازي القاعده الصغرى، وهاد الساقين يعني هاد الاضلاع كيكونوا قد قد، هذا يساوي هذا، كنسميوه شبه منحرف متساوي الساقين. وعندنا شبه منحرف العادي اللي هذا ماشي قد هذا، يعني ثلاثه الاشكال فيه. بالنسبه للقواعد ديالو، محيط شبه منحرف هو مجموع اضلاعه، ومساحه شبه منحرف هي القاعده الصغرى زائد القاعده الكبرى مقسومه على 2 مضروبه في الارتفاع. بالنسبه للشكل الاخر، في شكل 6 هو الدائره. بالنسبه للدائره هي مجموع نقط تبعد بنفس المسافه عن نقطه ثابته تسمى المركز، وكتمتاز الدائره بقطر اللي كيساوينا جوج في الشعاع. ومن خاصية الدائرة، محيط الدائرة هو القطر في 3.4، ومساحة الدائرة هو الشعاع في شعاع في 3.14. بالنسبة للمثلث، يعني المثلث هو يعني شكل هندسي عنده ثلاثة الأضلاع، وعنده بزاف الأنواع. كاين مثلث قائم الزاوية، مثلث مختلف الأضلاع، وكاين مثلث متساوي الأضلاع، ومثلث متساوي الساقين. بالنسبة للمحيط ديالو هو مجموع أضلاعه. أنسخ الشكل الأول، الشكل رقم 1 غادي ننسخه باش ما نطولش الفيديو، لا داعي لذلك. اسماء جميع المضلعات الرباعيه والتاكد منها. اذا شنو هما الاشكال ديال المضلعات الرباعيه اللي عندنا؟ عندنا المستطيل، مستطيل، عندنا مربع، عندنا كذلك معين، وعندنا شبه منحرف. بالنسبه للسؤال الثاني، احدد عدد المستطيلات واكتب اسماءها. بالنسبه للمستطيل هناك 4، الاسماء ديالها هما هادو. اذا المستطيل الاول هو اي اش جي دي، اي اش جي دي، وهذا. ثم المستقيم الثاني هو ك بي ار اس، وهناك مستطيل ثالث اللي هو اي او ا دي، وهناك مستطيل رابع اللي هو ا سي ار بي. هذو أربعة المستطيلات اللي كاينين. ننتقل كذلك إلى السؤال الثاني، أكتب أسماء المعين وأتعرف على شبه منحرف. بالنسبة للمربع وخا ما طالبينوش منا، من هنا كاينين جوج، كاين أو أش جي أ هذا، وكاين هذا أ سي إس كا. بالنسبة للمعين اللي مطلوب مننا أسماء المعين، هناك معين واحد كما كتشوفوا هو أو بي سي دي، باش غتأكد منه غتلقى بأن هادو بجوج عندهم زاوية قائمة هنا والأضلاع متساوية وكيلتقيو في المنتصف ديالهم. بالنسبة لشبه منحرف، هاد شبه منحرف كاينين بليزيوغ، هما طالبين منا غير واحد، غادي نحاول نقلب ليكم واحد. انتبهوا، ها هو واحد كبير هنا، هدا شبه منحرف قائم الزاوية حتى الحدود. نكتبوا الاسم ديالو، هو ك اس بي سي. وراه ما كاينش غير هذا، راه كاينين بزاف ديال هنايا. يعني نقدروا ناخذوا هذا، نقدروا ناخذوا مثلا هذا، يعني كثارين هما. اذا هذا هو الحل ديال التمرين رقم 2. ننتقل الى التمرين رقم 3، ألاحظ الشكل وأتعرف مركز وشعاع كل دائرة ثم أعيد رسم. إذا بالنسبة لي عندي جوج دوائر رسميين، المركز إي، الدائرة الأولى مركزها إي، إذا الدائرة الأولى مركزها إي، إذا سأحدد نقطة ونكتب فيها إي. ثم أستعمل البركر وغادي ناخذ قياس الشعاع اللي هو إي بي. غادي نرسم الدائرة بوضع الإبرة في الإي، ونرسم الدائرة الأولى. ثم نأخذ المسافة اللي ما بين إي وكا. انتبهوا راه نفسها اللي كانت عندنا قبيلات إي وكا، يعني كا هي هذه اللي غتكون هنا، غتكون كتنسمي لهذه المسافه.
غادي نرسمو. مستقيم المار من اي اذا ك هذه هي المكان ديالو. هاد ك هي مركز الواحد الدائره احتفظت بنفس الشعاع، لان عندنا جوج دوائر عندهم نفس الشعاع اللي هو اي ك. غادي نحاول نرسم الدائره الثانيه. هكذا انا رسمت الدوائر بجوج، وهاد النقطة اللي عندي هنا هي النقطة ا. انتبه، سأرسم الشكل المطلوب مني وهذا، سأرسم القطعة المرة من اي، وكتمر حتى من هاد التقاطع ديال هادو. ثم بنفس الطريقة القطعة المارة من اي وتمر من نفس القطعة من نفس نقطة تقاطع الدائرتين. اذا هاد النقطة اللي هنا هي النقطة جي، ثم هاد النقطة ديال التقاطع هنا هي النقطة ال. هاد النقطة هنا هي اف، وهاد النقطة هنا هي او. والنقطة اش والنقطة جي، وبالنقطة النقطة هنا هي بي. واذا خيرا هذا هو الشكل اللي رسمنا. ما طبيعة الرباعي اي؟ طلال بنا الرباعي اللي هو اي جي ك ال. هذا الرباعي هذا يكون هو رباع معين معين، انتبهوا لان قطراه متعامدا. اعتذر هنا راه كاين تعامد غير ما رسمتوش مزيان. اذا هذا الرباعي اذا اي جي ك ال معين. ننتقل الى التمرين رقم 4. ارسم الرباعيات الاعتياديه والدائره واكتب باللغه الفرنسيه اسماءها. اذا غادي نحاول نرسم كل رسم. ديما كنولي التلامذ يعني الرسم طريقه اللي تنفع لكلش. اذا اولا سارسم المستقيم الاول، ثم ارسم العمودي ضروري من البركار ولكن راه من المثلث، يمكن لي نعتمد على الدائره، وغادي نعتمد على البركان لرسمي المستطيل. اخذ الابره واضعها في هذا المكان هنا المناسب ليا، وكناخذ فوهة البركة وهنا. ثم انا اخذ هذا القياس من هنا حتى لهنا واضعها هنا. اذا هذه النقطة او الرأس الرابع للمستطيل. هذا هو المستطيل، مطلوب مني انني ساكتب اسمه، عفوا الكاميرا تحركت. غادي مطلوب مني كتابة الاسم باللغة العربية وباللغة الفرنسية. اذا مستطيل ريكتانجل. ثم بنفس الطريقة سأرسم المربع، ضروري الحفاظ على أن نفس المسافة
يعني ناخد مثلا 3 سنتيمتر ضروري تكون عندي الزاويه قائمه غير انا راني اذا فين هي نفس المسافه احتفظ بالفتحه ديال الباكر انا رسمت المربع مربع كاري سنرسم المعين اما بنفس الطريقه او هذه المره نعتمد على مثلا الاقطار القطر الاول طوله 4 يعني النصف ديالو هو 2 راني كنعتمد على الخط ولكن ضروري الاطفال الصغار ياخذوا مثلث ورسموا الزاوية القائمة إذا عندنا هنا زاوية قائمة وأنا خديت النصف وراه درت النصف ديال كل واحد فيهم هذا لوزونج ثم سنرسم متوازي الأضلاع إذن هذا متوازي الأضلاع باراليلوغرام عفوا باراليلوغرام باراليلوغرام شنو اخر رباعيات الاعتياديه ومازال خاصنا والدائره اذا نرسمو دائره سيركل ننتقل الى التمرين رقم 5 انقل على دفتري الشكل التالي مطلوب مني انني نرسم على الدفتر ديالي هذا الشكل التالي يعني نرسم جوج المستقيمان متعامدان وعندي دائره ما طبيعه الرباعي ا بي سي دي اذا غادي نرسم الرباعي ا بي سي دي إذن هذا الرباع شنو هو مربع ما طبيعة الرباعي أ بي سي دي إذا كان المستقيمان أ سي و أ دي غير متعامدان سيكون مستطيل